فيكم أصدقائي بمغامرة جديدة ومشوار جديد. اليوم أنا مخداكم مغامرة فيها إنزال بوادي مخيرس، يعني إنزال يعني رح ننزل بحبال ورح نتسلق، انتظرونا. شفت المشوار؟ والله المشوار كان حلو كتير وممتع ورياضة ممتعة. هلأ نزلنا أول شلال ورح ننزل الشلال الثاني. طبعاً أنا بشكر عمو أبو سيف عدنان الهندي وبشكر فوبيا للمغامرات، عشان عن جد كانت مغامرة كتير 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 حلوة. وشكراً. عفواً. طب لما نزلت أول شلال شو كان شعورك؟ يعني خفت ولا خفت؟ وأولها بصراحة كان بالخوف، بعدين يعني صار شجاعة يعني وعزم وبدأ أنزلها، يعني خلص وصلنا. أصدقائي زي ما أنتوا شايفين هلأ قاعدين من جهز للإنزال الثاني، وهلأ معنا عبد الله. مرحبا. مرحبا. كيف شفت كيف كان شعورك أول ما رحنا على الشلال وبدأنا إنه بدنا ننزل؟ شو كان شعورك؟ يعني منيح. مش طب لما نزلت الشلال خفت ولا لا؟ أولها بس. مغامرتنا لليوم اللي هي تحت الإنزال بتكون خلصت. لقوني بالجزء الثاني برضو إنزال على شلال أكبر من هيك بكتير. الله يعيننا. بس